مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حصة اليوم غنتكلموا لكم على التقليم أو الزبارة ديال الصيف لأشجار العنب. والتقليم ديال الصيف من أهم التقنيات اللي كتساعد على التحكم في النمو الخضاري ديال أشجار العنب، فكيعطي الفرصة للفلاح باش يصحح ويدارك أي غفلة أو أخطاء أو تشوهات اللي ارتكبها الزبار في الخريف، أو في نفس الوقت يمكن يخفف بعض المجموعات ديال البراعم والأزهار والعناقيد والأوراق. وهذا كيبين باللي التقليم ديال العنب ماشي عملية سهلة وكتطلب سنوات ديال الخبرة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، من أهم تدخلات والتقليمات الصيفية كنلقاو عملية التخفيف الخاصة بالبراعم وبالعنقود وبالحب ديال العنب. عملية تخفيف البراعم الهدف منها هو نزول البراعم أو الخلفة الصغيرة مباشرة بعد ما تبان، ولكن المهم هو نعرف عدد هذه البراعم اللي غادي نزولو. فبالنسبة للنباتات القوية كنزولو عدد صغير إلى متوسط ديال البراعم، ولا زولنا بزاف غادي نشجعو البراعم الأولية باش تكبر بزاف وتعطينا كمية كبيرة ديال الأوراق الشجر اللي كتسبب في الضعف المبكر ديال الجذع. وهنا يمكن نقومو بعملية إزالة الأوراق ونهويو الشجر ونشمشوه، وبالتالي نسالو عملية الرش ضد مختلف الآفات والأمراض. وهذه العمليات يمكن يقوم بها مزيان إلا يد عاملة مكونة ومحترفة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، عملية تخفيف العنقود كتم هذه العملية ملي كيكون الإنتاج كتير وما تقدرش الشجرة تحمله، وكيفضل الفلاح الجودة على الكمية. هنا يمكن نزولو بعض العناقيد اللي منجات أو ضعيفة أو المزاحمة بعضياتها. تخفيف حبات العنب كتدار هذه التقنية ملي كتكون عناقيد فيها الحب كتير بزاف أو مشوه، وغالبا كتستعمل في أنواع العنب ديال المائدة باش نخليو مساحة كافية للحب باش يكبر بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك كينقص تخفيف تكاثر الأمراض الفطرية نتيجة للرفع من التهوية بالحبات ديال العنب. وفي الاخير نذكروا اخي الفلاح، اختي الفلاحه، باللي كل ما قدمناه هو غير بعض الاتجاهات العامه اللي كتحتاج الاجتهادات الخاصه بك. كل صيف مختلف وكيحتاج لتدخلات وتقليم خاص وقت الخمول وخلال فصل الصيف. يمكن لك طلب مشوره من المهندس الزراعي المحلي، وبرنامج المثمر بالمهندسات والمهندسين كيعملوا جادين في هذا الميدان وفي مناطق قريبه من العالم القروي، ورهن اشاره لمتتبعي مبادرات المثمر. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.